مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على يوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. باي باي خلود حيكون عنوان الديستراك الجديد للأخوين سعيد ريبورترز، حيث نزلوا الإعلان التشويقي على قناتهم على يوتيوب اللي كان بعنوان طرد إحدى فريق سعودي ريبورترز باي باي خلود، حيث حينزل الديستراك يوم الأحد الجاي 15 من سبتمبر. وعزز عرور كمان الفيديو كليب تبعها صار جاهز وراح يكون بعنوان بيلا تشاو، حيث نزلت هي الصورة اللي كانت بملابس شخصيات مسلسل كازا دي بابيل وكتبت قريبا قريبا بالويكند. امبارحة كان ايفنت اليوتيوب بمناسبة اطلاق تطبيق يوتيوب الجديد يوتيوب ميوزك، حيث اكيد حضر عدد كبير من اليوتيوبرز للايفنت وكان من بينهم دايلر، احمد النشيط، نارين بيوتي، مو فلوكس، نور ستارز، عزة زعرور، ساندرا صاهي وكمان مها جعفر، حيث قبلوا هناك كتير من الفنانين من بينهم محمد رمضان اللي شارك دايلر ونور ونارين صور معاه على الانستغرام، وكمان نصيف زيتون ورحمة رياض. أما عزة زعرور فشاركت الحضور أغنية بصوتها الجميل على المسرح. دايلر خلص تصوير فيديو كليب اغنيته الجديدة رسالة، حيث نشر هالفيديو على الانستغرام وكتب فيديو كليب رسالة قريبا، حيث ممكن الفيديو كليب ينزل الاسبوع الجاي او اللي بعده. بلشت رحلة صفصرون مع ميبلين ونمشي بأسبوع الموضة، فعم تشارك مع متابعينها كل لحظة من هالأسبوع عن طريق الستوريهات والصور، فحضرت مبارحة أول فاشن شو وشاركتنا بالستوريهات على الانستغرام وصور من خلف كواليس ومن العرض كمان. كيدز تشويس أوردز حيكون هالمرة بالميدل إيست تحديدا بأبوظبي، حيث حيكون هناك يوتيوبرز من بينهم حتكون هيفاء بسيسو وكمان دايلر رياح يغني لايف هناك. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.